تابعت قصة عجبتني لفتاة أمريكية تعطلت سيارتها في طريق مقطوع في ولاية نيوجيرسي بأمريكا، واكتشفت أنها نسيت حقيبتها في البيت ولا تملك أي نقود في سيارتها. ظلت واقفة في الطريق لا تدري ماذا تفعل، فلاحظ وجودها رجل مشرد الهوملس، كان ملتحف بالجرائد، فذهب إليها وسألها محتاجة مساعدة؟ خافت منه في البداية وردت عليه بأنها ما تحتاج مساعدة، فعاد مكانه بعد قليل وجدها ما زالت واقفة، فعاد إليها وقال لها أنا متأكد أنك محتاجة مساعدة، ثقي بي. المهم بعد إلحاح من هذا المشرد وخوف منها قالت له سيارتي فرغت من الوقود ولا أملك أي طريقة لأعود لمنزلي، وكما ترى المكان مقطوع. فقال لها حسنا لا تقلقي، انتظري بداخل سيارتك وسأعود بعد ربع ساعة. تقول الفتاة أن خوفها منه تضاعف وهي تنتظر بداخل سيارتها ولا تدري ما الذي سوف يحدث، لكن بعد قرابة النصف ساعة وجدت هذا المشرد مقبل وقد أتى راكضا وفي يده جالون من الوقود، فتح خزان الوقود وصب البنزين، كل هذا وهي تنتظر بريبة وخوف داخل السيارة. بعد انتهائه ذهب إلى نافذتها وقال أنا آسف لم يكن لدي سوى 20 دولار، لكني أعتقد أنها كافية لإعادتك سالمة إلى منزلك. البنت دمعت عيناها وطلبت منه أن يركب معها إلى بيتها حتى ترد له المبلغ الذي دفعه، فقال لها لا يهم، فهذا المال لم يكن ملكا لي من الأساس، شخص أعطاني إياه ورحل دون أن أطلب منه ذلك. شغلت سيارتها ومشت وصممت أن تعود إليه هي وخطيبها بمال وملابس جديدة، وبعد أن نشروا قصته في شبكات التواصل الاجتماعي استطاعوا أن يجمعوا له 360,000 دولار واشتروا له شقة وأمنوا له مصدر رزق جديد يتناسب معه. ضحى بآخر 20 دولار معه في جيبه لشخص لا يعرفه، فعوضه الله ب360,000 دولار وما زال المبلغ في تزايد. عملك الصالح لا يغيب أبدا عند الله، فلا تربطه بكلمة شكر من أحد أو طلب تقدير أو إشادة، وإنما افعل الخير وامضي، افعل الإحسان وانسى، افعل المعروف وابتعد. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس.